وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، ناشطون وأطباء ومحامون طالتهم الاغتيالات خلال الفترة الأخيرة، هل باتت الاغتيالات ظاهرة للقضاء على الناشطين العاملين من أجل كشف الفساد؟ حياكم الله أخي الكريم السادات. حياك الله أخي. في البداية يجب أن نعرف بأن هناك استراتيجيتان في العراق، الأولى عسكرية تشترك فيها أمريكا وإيران، ومن خلالها تم تدمير المدن وتهجير أهلها، والاستراتيجية الثانية وهي الأمنية التي تنفرد بها إيران، ونقصد أن النظام الإيراني، وهي مبنية على إبقاء العراق خارج منظومة الاستقرار الأمني والمجتمعي. هذه الاستراتيجية الأمنية تتضمن عدة تعبيات ميدانية تنفذ على أرض العراق، سواء في بغداد عاصمة الرشيد أو باقي المحافظات الرافضة لشرعنة التواجد الإيراني وفي مقدمتها البصرة. نعم. هذه التعبية تأخذ عدة صفحات، أخطرها التي تستهدف حياة الفرد والمواطن والمجتمع، والنقطة بها هنا صفحة الاغتيالات والتصفيات الجسدية. وعليه فإن كل ما حدث ويحدث وسيحدث من اغتيالات وجرائم تصفية جسدية هي نتاج هذه الاستراتيجية الإرهابية الإيرانية التي يتم تنفيذها في العراق بأدوات استشاوية ولاءها لولي الفقيه وانتمائها للجريمة المنظمة. إذا عند مناقشة الحدث من حيث المكان والتوقيت نجد أنه اتصف بالتنظيم والاستمرارية والتتلتل، وهكذا جرائم تحدث عندما تكون وراءها منظومة متكاملة في مستوى الدولة. وعليه فإن ما يحدث من جرائم اغتيالات وتصفيات جسدية في البصرة، هنا نتكلم عن البصرة، هو إرهاب مؤسسات سلطوي، وهو أخطر أنواع الإرهاب. أما في بغداد فيختلف هذا الشيء. في بغداد الاغتيالات تختلف عن البصرة، ففي بغداد تقف وراء هذه الاغتيالات غايات سياسية لغرض إظهار حكومة العباد فاشلة أمنياً في آخر أيامه، والجهة المنفذة أيضاً هي الميليشيات، لذلك يتختار ضحيتها من المشاهير والأسماء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي كما حدث مؤخراً مع بارت وغيرها. سيادة العميد، يعني الآخر هو لأغراض السرقة. نعم. وأمور أخرى. نعم. بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد انتشرت هذه الظاهرة، لكنها كانت تطال أساتذة، علماء، ضباط، مفكرين. اليوم هل يوجد أي رابط بين هذه الاغتيالات وبين ما يحدث الآن؟ أخي بالتأكيد، عندما جاء العراق وهو المسؤول الأول عن ما يحدث في العراق عند احتلال العراق، والمسؤول أيضا ومسؤولية ثانية عندما سلم العراق إلى النظام الإيراني الإرهابي، وعندما وعدت أمريكا العالم والعراقيين بأنها ستأتي بنظام ديمقراطي، لكنهم باتوا وأصبحوا في ليلة وضحاها على نظام ديمو إرهاب. ولذلك رأينا التدرج في صفحات الإرهاب. بالبداية تم استهداف الضباط والطيارين والأطباء وغيرهم، ولذلك حاول تفريغ المجتمع العراقي من هذه الطبقة التي تحمي العراق والطبقة المثقفة التي ترفض العراق في العلم والخبرة. اليوم انتقلت هذه الصفحة إلى الشعب، إلى الطبقات الأخرى. اليوم كل من يتظاهر يعتبر هو إرهاب، وكل من يرفض التواجد في إيران يجب أن يشتذ. لذلك عندما خرج أهل البصرة وأرسلوا الرسالة الحقيقية والمباشرة إلى النظام الإيراني، عندما حرقوا مقر الإرهاب المتمثل بالقنصلية الإيرانية في البصرة، أرسلت إيران القوائم لهؤلاء الناشطين والمتظاهرين ليتم تفعيل ملف الاغتيالات مرة أخرى بحق أهل البصرة. عندما يصرح رئيس تحالف سائرون في البصرة أن سلاح الميليشيات المنفلت هو سبب التدهور الأمني فيها، فأين تقف الأحزاب السياسية والحكومة من هذا الانفلات؟ أخي، ما يوجد في العراق هو منظومة إرهابية بغطاء مؤسساتي. كل الأحزاب والميليشيات جميعها ولاءها إلى إيران، هذا معروف. واليوم خير دليل هذه ما تسمى بالعملية السياسية، كيف أنه إيران من ترضى عليه
يكون رئيس برلمان ويصبح رئيس وزراء ويكون رئيس جمهورية. إذا عندما يتكلمون عن السلاح المنفرد أو انتشار السلاح، أخي هذا تعبير غير دقيق وغير صحيح حتى من مفوضين حقوق الإنسان. اليوم السلاح لم ينتشر بيد العامة، بل هو منتشر بيد الميليشيات فقط، وهو غير منفرد، بل هو موجه لتحقيق غايات وفرض أهداف بالقوة. لذلك يتم استهداف كل من يعارض الغايات الإيرانية والمشروع الإيراني لغرض إبقاء كما قلنا العراق داخل ديمومة اللا استقرار الأمني. سيادة العميد، يعني هنالك مطالب ملحة من الناس ومن الشعب للكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات، إلا أن الحكومة والحكومات السابقة لا تستجيب لهذا الأمر. يعني هل الحكومة مصرة على إخفائها وتسترها على منفذي هذه الجرائم؟ وما الذي تخشاه كي تتستر؟ أخي لو رجعنا إلى العقيدة الأمنية، دائما هي انعكاس الفكر والنهج العام للسلطة. بما أن السلطة في العراق هي مزيج من أحزاب متعددة الولاءات وميليشيات إيرانية المنبع والولاء، وعليه فإن جميع المخرجات الأمنية ستكون جرائم وإرهاب يستهدف الفرد والمجتمع. إذن فقدنا الجهات الأمنية التي يحافظ على أمن الفرد، وبالتالي أيضا فقدنا الجهة التي تحاسب من يرتكب جريمة. اليوم المجرم في العراق يرتكب جريمة وأمام طار العام يتباهر بها ويحاول أن ينشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أقصى أنواع الإرهاب عندما يتباهر بجرمه. لذلك لا يوجد من يحاسب هؤلاء. اليوم السلاح موجه إلى العراقيين جميعا، كل من يخرج عن المشروع الإيراني يتم اجتثاثه. مجلة ميدل إيست ترى الوضع في البصرة متوترا وقد ينفجر في أي لحظة. أنتم كيف ترون الوضع وهل تتفقون مع ما طرحت المجلة أم لا؟ أخي التاريخ، لو رجعنا التاريخ يخبرنا بما حدث في البصرة، والميدان الآن يعطينا دلال عن ما سيحدث في البصرة. البصريون لا ينامون على ظلم، حالهم حال المحافظات الأخرى، ولكن البصرة قربها مواجهتها مع إيران. لذلك لن ينطوا بحكم ملاذ طهران وأذنابهم في العراق. وعلي من فوق قراءاتنا الميدانية والأمنية فإن البصرة وإن سكنت قليلا نتيجة الاغتيالات فانفجارها قادم، وهذه المرة ستكون مختلفة تماما عما حدث سابقا. نعم، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.